ومحاولتهم عزل روسيا، لكن عندما هناك 85% من سكان العالم التي لا تفرض العقوبات ضدنا، فهذا يعتبر إهانة لتلك الدول التي تفرض هذه العقوبات. وكما قال زيلينسكي قبل فترة، فإن هناك عالم حضاري يدين روسيا ويعزل روسيا. فإذا كان العالم الحضاري هو حسب مفهومه دول المليار الذهبي، فإن دول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وكما قال بوريل أن كل من هو خارج أوروبا هو في الغابة وأوروبا هي البستان، فهذا يتطابقون بالآراء. ولدينا خطط جيدة، وروسيا هي في تقدم في سياستها الخارجية، حيث هناك ما هو واضح من خلال قمة روسيا وأفريقيا، حيث هناك مشاريع تتطبق على الأرض، ويتم التحضير لمهمات للأعمال في تلك القارة من روسيا وفي مناطق أخرى، وكذلك أيضا لتعزيز التعددية القطبية. ولقد ذكرت هنا بريكس، حيث نتيجة هذه القمة كان هناك انضمام لست دول إلى هذه القمة. وأنا أهنئ هنا السفير الإماراتي بهذه المناسبة الذي يحضر معنا، وإن إذا كانت دول السبع تضيف نسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي، ولكن مجموعة بريكس هي تزيد كمية أكبر من الناتج المحلي، وهذا يعتبر عملية جيدة، فالمختصون يفهمون هذا الأمر، وهذا يعمل على تناغم المجتمع العالمي بأجمعه. أما الولايات المتحدة وحلفائها، وللأسف بدلا من أن يتجاوبوا مع هذه التغيرات والتوجهات الجديدة لتوسيع الاتصالات ذات المنفعة المتبادلة لإيجاد المصلحة المتبادلة أيضا في المجال الاقتصادي والمالي، بدلا من ذلك هم يقومون بخلق العقبات أمام تطور هذه الأقاليم ومنع تلك المبادرات التي تعمل على تشكيل آليات مجدية وللتخلص من تصرفات كل من يقوم الآن باستخدام العملة الاحتياطية أو يسيطر على إصدار العملة الاحتياطية. وإن هذه العمليات المعتمدة على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وخاصة على النقطة الأساسية من هذا الميثاق، وأود أن أقول أن الأمم المتحدة مبنية على أساس المساواة في السيادة لجميع الدول، وهذا المبدأ لا يعتمده أبدا، لم يعتمده الغرب، ودائما يحاول أن يغير أي عمليات دولية وفقا لقراراتهم. وأن المساواة هي ليس رغبة، وإنما هي على أساس مساواة السيادة، وإن كل من يرغب بأن يدير وفقا لما يسمونه القواعد، فهذا يؤدي إلى المواجهة والصدام. وإن تشكيل العالم متعدد الأقطاب سوف يستمر في تشكيله لفترة طويلة، وهذه العملية لا يمكن إيقافها، وإن الغرب وما يقوم به وهدفه لكبح التطور التاريخي سيؤدي فقط إلى مواجهات إضافية وخلق
صعوبات وتعقيدات أمام المجتمع الدولي، ولكن تفكيك هذا الوضع وحلحلته سيقع على عاتق الدبلوماسيين، وأعني هنا الدبلوماسية بمجالها الواسع مثل الاقتصادية والبرلمانية والعلمية وخاصة في الوضع الحالي، وبالطبع الدبلوماسية أيضا وفق المنظمات الاجتماعية. كل هذا نعمل على أخذه بعين الاعتبار خلال عملنا وفي كافة الاتجاهات. لدينا الآليات لعمل وزارتنا مع الدوائر المختلفة من الدوائر السياسية والاجتماعية والعلمية والتي تتعامل مع القضايا الدولية، ونبني نهجنا ليس ضد الولايات المتحدة أو الغرب، وهذا ما قاله رئيسنا. ليس نحن الذين نرغب بدفن الدولار، وإنما الولايات المتحدة هي التي تعمل بهذا الاتجاه، ونحن نعمل لإيجاد الحلول على أساس المساواة والأخذ بعين الاعتبار المصالح المتبادلة. وتعمل معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، والتي هي كما بريكس أصبحت أكثر أيضا جذابة بالنسبة للدول الأخرى وفقا لمبادئ عملها والاتجاهات والتي تعتمد على الإجماع في الاتفاق على المجالات، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، وهذا في سياق أيضا الارتباط اللوجستي. ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والتي مدعوة إليها أيضا آسيان والاتحادات الأخرى الموجودة ضمن القارة الأوروآسيوية الكبيرة، وهذا يعتبر من الأفضليات والمميزات لهذا الدور، حيث تتغير مركز الاقتصاد العالمي إلى منطقة آسيا. فهذا يعني أيضا أنه ستفقد المنفعة من للدول الغربية بسبب مواقفها السياسية، ونحن نأمل بأن جامعتنا سوف تستطيع أن تؤمن لكم كافة الإمكانيات للحصول على المعلومات الكافية.